كانت مكة فيها الأصنام والأوثان والذبح لغير الله والقرابين وغير هذا من البدع والفواحش والغنى وشرب الخمور. نعم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أحد يريد أن يصنع أي شيء عند الكعبة يصنعه، لا يتكلم معه أحد. رجل اسمه عمرو بن لحي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، ما كان أهل الجزيرة يعرفون عبادة الأصنام ولم يكلم أحد، بل تكاثرت الأصنام حتى عبدت عند الكعبة. عمرو بن لحي الخزاعي يسازون كنا من عرب وزوتان يوزيدو لابوزو باتش كونه لانوغاشون زيدو إلا إن فيني إنا من بن زيدو إنا تغيري دان دا كعبة كنت بن عربي إنا دور زيدو. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام حاربوه وأرادوا قتل عليه الصلاة والسلام. إليه لتون رسول صلى الله عليه وسلم إن دبوت يبزود أبي التوحيد أبي الأدواشن الله أي يبزود في الأدواشن زيدول دوتين دبوت كتري إمام دوتين دقال أجيك لتوبيتوه لتو. لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد لأن كفار مكة حاربوه؟ لا. يمنو اسك الرسول صلى الله عليه وسلم ان كيدون دعوة للتوحيد اكوز بن زبيت مكة ان ديكلارو ديكلارا كيغيزي ريبونسينو. صبر عليه الصلاة والسلام حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. يو الرسول صلى الله عليه وسلم ان باسيانتي jusqu'à ce que le monde rentre dans le nom d'Allah et en quantité à foi. بدأ الناس يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند المسعى في مكة، يجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقلة الذين أسلموا كانوا يجتمعوا في دار رجل اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. لاجو بنزمون كتير نعسبت الإسلام زود كذا أبي الرسول صلى الله عليه وسلم دام إن أبدأ بدار الأرقم ابن أبي زود كذا لسال الدعاء أبي الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذا البيت انتشرت الدعوة. يجود بسال كاز دعوة التوحيد إن spread. نعم. وبدأ كفار مكة بالإيذاء للمسلمين. بن كفار مكة رجل كماس فجتو بن إلي كمبيت كماس فجتو كماس حامزوت. وأذن للمستضعفين بالهجرة إلى الحبشة، بالهجرة من مكة إلى الحبشة. أسمو ملا لودين كيدوني بن تمون كيوي كبرس فاميزوت بزوت مايغريت بزوت هال حبشة كيوزودي إثيوبيا.